بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الأربعين من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. يبقى جاب لك مثال في الباب السابق، صبري على أذى الكفار، وفي هذا الباب يأتي إليك على صبره على أذى المنافقين، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وظهروا في المدينة المنورة ولم يكن لهم ظهور في الفترة المكية، وكان على رأسهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول، أم سلول وأبو إيه؟ أبي. فهمت؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الستين بعد السبعمائة والأربعة آلاف، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق. يعني ما قرأته على الشيخ تقول أخبرنا، وما قرأه الشيخ عليك في وجود ناس تقول حدثنا. فهم؟ لكن ما قرأته على الشيخ في وجود جمع تقول أخبرنا، وما قرأته على الشيخ منفردا تقول أخبرني، وما قرأه الشيخ عليك منفردين تقول حدثني، وما قرأه عليك الشيخ في وجود جمع تقول حدثنا. وكان يميز بين المعنيين الإمام مسلم في صحيحه، والإمام البخاري لا يميز بين هذه المعاني، عنده كلها ايه بمعنى واحد، وهو اللقاء، ثبوت اللقاء والسماع المباشر. واضح؟ وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب حمارا عليه إكاف. الإكاف للحمار هو البردعة أو البردعة بالدال أو الذال، المصريين يقولوا عليها إيه؟ بردعة بالدال، وهو ما يوضع على ظهر الحمار لتجلس عليه، بردعة. وفي اللغة البردعة بالذال تسمى الإكاف أيضا، أما بالنسبة للفرس فتسمى سرج، يبقى ما يوضع على ظهر الفرس يسمى سرجا ليتركب عليه، وما يوضع على ظهر الحمار يسمى إكافا، يسمى إكاف أو بردعة بالذال والدال لغتان، وما يوضع على ظهر الجمل يسمى رحل. كويس؟ يبقى ركب حمارا صلى الله عليه وآله وسلم عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، فدكية نسبة لفدك، مدينة بجوار خيبر جنب المدينة كده،
يبقى بينسبوا الايه القماش لمدينه الصنعه، لمدينه الصناعه والفدكيه. احنا دلوقتي نقول صوف انجليزي مش كده برضو، ونقول قطن محلاوي عشان مصنوع في المحله مش كده برضو، فيبقى ايه لا باس طول عمر الناس تنسب الايه المنسوجات والاشياء الى ايه الى بلد الصنع، ونقول بضاعه صيني مش كده برضو يعني مصنوعه في الصين وهكذا. يبقى ايه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة، وركب سيدنا أسامة خلفه، يبقى يجوز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة بلا كراهة. يبقى يجوز الإرداف على الدابة يعني تركب خلفك شخص آخر إذا كانت الدابة مطيقة يعني تطيق ذلك. واضح؟ مش يبقى انت وزنك 120 كيلو وتجيب واحد كمان وزنه 140 كيلو وتركبوا انتوا الاثنين على الدابه، ان شاء الله تقع. فاهم؟ يبقى لابد ان ايه؟ ان تكون تطيق هذا. فيها ايضا ان الارداف ليس من خوارم المروءه. فاهم؟ مش يقول بقى واحد انا عظيم ازاي اركب واحد ورايا يعني؟ انا راجل كبير كده. ركب واحد ورايا ما يصحش. لا يصح. النبي فعلها، لو كانت من خوارم المروءة ما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وفيها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته بالناس. أسامة ده من دور أبنائه وأحفاده، فكان النبي يقربه إليه، وكان كثيرا ما يجلسه على حجره صلى الله عليه وسلم ويحضنه هو سيدنا الحسن، ويقول اللهم إني أحبهما فأحب من أحبهما صلى الله عليه وسلم. يبقى وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. سعد بن عبادة خزرجي، زعيم الخزرج. سعد بن عبادة ده ايه؟ زعيم الخزرج، وكان مريض، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليعوده. يبقى عيادة المريض سنة متبعة. وذاك قبل وقعة بدر، يعني ايه؟ في السنتين الاولين من الهجرة. بدر كانت في سنة في رمضان في العام الثاني من الهجرة. حتى مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود، فيهم عبد الله بن ابي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. مروا على مجلس في الطريق والحمار ماشي، مجموعة من اليهود قاعدين ومجموعة من المشركين ومجموعة من المسلمين وعبد الله بن أبي قاعد المنافق، كلهم قاعدين مجلس والحمار معدي كويس. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. عجاجة الدابة يعني غبار الحافر، عارف انت أرض المدينة أرض ترابية، والدابة وهي ماشية حفرها يهيج التراب يسموه العجاج، يبقى العجاج هو الغبار. فهم؟ يبقى غشيت المجلس يعني غطت، غشيت المجلس غطت عجاجة الدابة اللي هو غبار الحوافر. خمر عبد الله بن أبي أنفه يعني غطى، خمر يعني غطى، ومن الخمر بنسميها خمر الليل لأنها تغطي العقل. الخمر سميت خمر الليل لأنها تغطي العقل. فاهم؟ يبقى خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، حط رداءه كده وحط كده. ثم قال لا تغبروا علينا. قليل الأدب. هكذا حال المنافقين، قلة أدب ووقاحة. كويس؟ ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي. شوف النبي بقى إيه؟ هو بيقول لا تغبروا علينا، يقوم النبي ما يقولوش ما يصحش كده. السلام عليكم. رحمة صلى الله عليه وسلم. كأنه ما سمعش. التغافل. يتغافل عما لا يليق. فالتغافل من وسائل أيضا مواجهة الناس سيئة الأدب
أن تتغافل، أعرض عن الجاهلين كأنك ما سمعتش. فهم؟ يسمى التغافل. التغافل يعني إيه؟ كأنك لم تسمع ما لا يليق ولا تعلق عليه. فهمت؟ مش يقول له لا أنت قلت، فيقول له ما قلتش، لا أنت قلت. لا ما يصحش. السنة خلاص ما قلتش، خلاص ما قلتش. بسيطة. فهمت؟ فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. النبي نزل من على الدابة الحمار ووقف سلم عليهم وقرأ عليهم بعض القرآن ووعظهم صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. شوف أيها المرء يعني أيها الإنسان، برضو ما زال في إساءة الأدب. فهم؟ أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص علينا عليه. شوف قلة الأدب. يعني اقعد في بيتك واللي يجي لك بقى احكي له، وما تجيش انت بقى في مجالسنا تغبر علينا مجالسنا وتقلب دماغنا. فهمت ازاي؟ قلة الأدب. مفيش طبعا ايه صبر بعد كده بقى، صبر انك صلى الله عليه وسلم لو واحد فينا كان اداله بالقلم صح على طول كده، مش هنستحمل. لكن النبي كان لا يزيد جهل الجاهل الا ايه؟ الا حلما صلى الله عليه وسلم. فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. أم عبد الله بن رواحة بقى إيه الكلام يناقض كلام إيه عشان عايز يدافع عن النبي. قال له لا يا رسول الله تعال لنا وزورنا، إحنا بنحب كده. فهمت؟ عشان يكبسه. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود، قاموا مسكوا في بعض. الناس اللي تحمست للنبي مسكت إيه في الناس اللي إيه اللي أساءت للنبي، وبقت إيه خناقة. حتى هموا أن يتواثبوا، يعني إيه يعني يتواثبوا يعني إيه؟ يعني يحاولوا إن كل واحد يعلو الآخر. أدي معنى يتواثبوا، يعني يعلو الآخر علشان إيه يجيبوا على الأرض يعني. فهم؟ حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيهديهم لا، هو انا ركب الدبه بتاعته تمشي ما علقش. النبي لم يعلق صلى الله عليه وسلم. اعرض عن الجاهلين. ثم ركب دبته حتى دخل على سعد بن عباده فقال اي سعد الم تسمع الى ما قال ابو حباب، يريد عبد الله بن ابي. النبي بيقول لايه سعد بن عباده؟ لانه زعيم قومه، علشان بيشتكي له من عبد الله بن ابي لانه ده منهم. قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد اعطاك الله الذي اعطاك، ولقد اصطلح اهل هذه البحيره يعني المدينه، يعني بحيره هنا المدينه يعني، ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه، يعني ياخد تاج المدينه يعني رئاستها. كان هو بيجهزوه لرئاسة المدينة، جيت انت يا رسول الله فنزع منه الرئاسة. فهو ايه عنده بعض الحسد، اعذره شوية معلش اديله فرصة. ولقد اصطلح اهل هذه البحيرة ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يسموه تاج الملك يعني. فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه شرق بذلك، يعني حسد وحقد. شرق بذلك يعني حسد وحقد. فذلك فعل به ما رأيت، يعني الحسد ده هو اللي فعل فيه ما رأيت، سبب ان هو ايه عمل كده. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الاسناد بمثله،
وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله ابن أبي؟ قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة. سبخة يعني متربة، يعني متربة، وإذا أصابها الماء تصبح مطينة مطينة، يعني فيها طين. كويس، أدي معنى سبخة. يبقى أرض متربة إن كانت جافة، وتكون ذات طين وزلق إن كانت أصابها الماء، لأن هي أرض زراعية وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، يعني رائحة حمارك، نتن حمارك، رائحة حمارك الكريهة. قال فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. لأن بيغاروا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، بقت خناقة يضربوا بعض. الجريد اللي هو العصي اللي يتخذ من من النخل، من عرجين النخل، يسموها جريدة. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. باب قتل أبي جهل. أبو جهل زعيم الكفر في في مكة، وكان اسمه أبو الحكم، اسمه الحقيقي أبو الحكم. فلما عاد النبي وكفر فأصبح اسما على غير مسمى. فإذا كان الحكم من الحكمة فقد ذهبت عنه الحكمة بالكفر، فسماه النبي أبو جهل عكس الحكمة يعني، فاشتهر بأبي جهل، واضح؟ لكن هو اسمه أبو الحكم. قتل أبو جهل فين؟ في قتل أبو جهل في بدر، في غزوة بدر. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. ده في بعد ما انتهت غزوة بدر النبي بيقول حد فينا يعرف لنا أخبار أبو جهل كده. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، ودول من شباب الأنصار، ابن عفراء، حتى برك، وفي رواية حتى برد. برك يعني يعني انهار على الأرض وصار نائما عليه، حتى برك، وبرد يعني قلت حركته، كاد أن يموت. يبقى في رواية بالكاف ورواية بالدال، رواية مسلم هنا بالكاف. فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال فأخذ بلحيته. سيدنا عبد الله بن مسعود ركب على صدره كده، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود كان حجمه صغير، وأبو جهل عامل زي الجبل كده عدد ضخم، فركب على صدره ومسك لحيته وهو في الحالة دي يعني. فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ يعني يعني حكون غير واحد قتله قومه، يعني كأنه بيلزمهم العيب يعني، فازاي قومي يقتلوني؟ انتوا قرشيين وانا قرشي، ازاي تقتلوني؟ العيب فيكم. كأنه ما زال مصمما على انه يعني يهاجمهم. فقال وهل فوق رجل قتلتموه او قال قتله قومه؟ قال وقال ابو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. أكار يعني فلاح، لأن ابن عفرة ابن عفراء الاثنين كانوا فلاحين، فلاحين يعني بيزرعوا الأرض يفلحوا الأرض، وهو راجل فارس مغوار
الفارس ما يحبش يقتله الا فارس زيه، انما كمان واد فلاح ما بيعرفش حاجه في القتال يجي هو يقتلني وانا فارس، لو كان واحد يعني كان ربنا اذله يعني، فهمت؟ بقول لو كان غير اكار قتلني. اللي حز رقبته في الاخر هو مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود حز رقبته وايه وفصلها عن جسمه، لكن اللي كان متسبب في القتل الحقيقي هو ايه؟ ضربات ابن عفراء. وقال له ايه؟ اشهد محمدا اني ايه؟ اني اكرهه او ابغضه، وهو في اخر رمق. عشان كده طلع ان فرعون هذه الامه اشد من فرعون موسى. فرعون موسى عندما عاين الموت قال امنت بالذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، تراجع عندما عاين الموت، وده لما عاين الموت لم يتراجع. يبقى فرعون امه سيدنا محمد اقوى من فرعون واشد كراهيه وبغضا وكفرا من فرعون سيدنا موسى. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل ابو جهل، بمثل حديث ابن علية وقول ابي مجلز كما ذكره اسماعيل. باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود. كعب بن الاشرف ده كان من ايه؟ من قواد اليهود الكبار، وكان شاعرا، وكان عاهد النبي والنبي عاهده ألا يعين عليه وألا يذكر المسلمين بسوء، فخالف العهد وسب النبي وهجى النبي وأعان الكفار عليه فخالف العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. يبقى قتله كان لأنه نقض العهد. باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، يعني من الذي يقدر على أن يواجه كعب بن الأشرف ويقضي عليه بعدما نقض العهد وهجاني وآذاني وآذى المسلم ونصر الكفار علينا؟ دي مسوغات قتله. من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة، ده كان صديقه، محمد بن مسلمة ده بقى كان ايه؟ صديق كعب بن الأشرف، صداقة طويلة طول عمرهم متربين مع بعض، وايه وكانوا يجلسوا مع بعض وبينهم تجارة وبينهم ايه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذا لي فلأقل، قال قل فلأقل، يعني إذا لي إن أنا إيه أتبحبح في بعض الكلام معه يعني، فلأقل يعني أقول بعض الشيء اللي في حقك حتى أتودد إليه فيثق فيا، ثم لما يثق فيا أتخلص منه. فهمت إزاي؟ قال قل، فكانوا يتكلموا بالمعاريض بقى، مش يقول بقى كلام يعني يأذي النبي كده صريح، لا، أدب الصحابة لما أراد إن هو يتكلم بالمعاريض، يعني إيه؟ يعني كلام يحتمل معنى قبيح ويحتمل معنى صحيح، يوم السامع يفهم المعنى القبيح المراد فيظن أنه إيه؟ أنه كره الإسلام، يوم يثق فيه ويقربه. فهمت بقى؟ قال قل، فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل، بيقول على النبي يعني، إن هذا الرجل قد أراد صدقة، يعني رايح بيشتكي له ويقول له الراجل ده على سيدنا رسول الله أراد صدقة، أراد إن احنا نديله مال يعني، وقد عنانا. خد بالك إن النبي بيجمع الزكاة منهم، يبقى هو مش كاذب، مش كده برضه؟
لأن النبي بيأخذ الصدقة اللي هو الزكاة. فإن هذا الرجل أراد صدقة لكن هو أفهمه أنه يريد أن يأخذ منهم ضرائب وأنه ظالم وأنه فهو فهم منه كده، لكن هو ما قصدش كده. فهمت بقى المسألة؟ أدي معنى التعريض، أن يقول كلمة يوهم للسامع أنه معترض. فهم؟ وفي الحقيقة هو ليس معترض. إن هذا الرجل ولم يذكر اسمه برضو علشان يوهمه أنه إيه لا يحب ذكر اسمه. فهم؟ إهاما له. إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا وأتعبنا. عنانا يعني أتعبنا، وأتعبنا بمعنى يعني كلفنا التكاليف الشرعية. فلا شك أن التكاليف الشرعية فيها جهد ومجهود، فهو صحيح المعنى، ولكن هو أراد أن يبين له أنه معترض على هذا وأنه إيه يعني تعب من متابعته. فهمت إزاي؟ يبقى عنانا يعني أتعبنا. أتعبنا تحتمل معنى كلفنا تكاليف شرعية، وده صحيح المعنى، وتحتمل أنه إيه كلفهم فوق طاقتهم وأنهم قد إيه قد اعترضوا عليه. فلما سمعه قال: وأيضا والله، كعب بن أشرف بيكمل له بيقول له: أيضا والله لتملنه، هتزهقوا منه كمان لسه، وانتوا شفتوا حاجة ده انتوا بعد شوية هتزهقوا منه. فهم؟ ده مين؟ كعب بن ايه؟ الأشرف. قال له كده. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، جاي من الملل، وهو ايه الذي يؤدي الى الفراق يعني. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه. قال له: بس احنا ايه عاهدناه ونكره اننا ايه لا نوفي له بالعهد. إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، ما هو أرد صدقة بقى وأنا مزنوق في الأموال، ممكن تسلفني عشان إيه وأبقى أسدد لك بقى، ما هو ما بينهم تجارة ومعاملات وصداقة. وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ إيه اللي يضمن لي الرهن بقى؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. شوف بقى سخافات اليهود، وهو عارف ان العرب تغار على العرض. فهم؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: انت اجمل العرب، انا ارهنك نساءنا وانت اجمل العرب يفتتنوا بيك. فهم؟ قال له: ترهنوني اولادكم. قال: يسب ابن احدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. هتبقى معره الواد بعد كده لما يكبر، يقول لك: شايف الراجل ده ابوه رهنه في ايه في كم حمل من التمر. هتبقى معره يعني. يبقى الاولانيه ايه؟ قال له: لا يصح، لانك انت اجمل العرب. وفعلا كان جميل الصوره وكان كثير الزينه في الثياب، وكان يعني طيب رائحته تشم على بعد ايه امطار ومسافات. ده كعب بن الاشرف كان يعني مهتم بنفسه. فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة. هو عايز بقى يجيله في ايه في حصنه ويدخل له بالسلاح. فشفت بقى ايه لففه في الكلام ازاي؟ اللأمة اللي هي السلاح. قال له: نرهنك السلاح، علشان ايه يبقى في الطريقه دي جاي له داخل بالسلاح وهم متفقين على انه يدخل بالسلاح، يبقى ما فيهاش، وده ذكاء الصحابه. فهمت ازاي؟ قال: نرهنك اللأمه. واللأمه اللي هي السلاح والدروع، يعني ايه؟ يعني ادوات الحرب يعني. يعني السلاح. قال: فنعم. وهو عارف ان العربي ما يستغناش عن سلاحه، فده رهن غالي. قال له: أموافق. كان الدرع الواحد بتمن بستان، مش بتمن وسقين، ده يشتري بستان الدرع الواحد. فهمت بقى؟ فقال له: أموافق. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر.
ابي عبس بن جبر كان اسمه ايه؟ عبد العزة، والنبي سماه عبد الله بن جبر، وحضر بدر، من اهل بدر. وابي عبس بن جبر وعباد بن بشر، قال فجاءوا فدعوه ليلا، راحوا له بقى بالليل وجايبين الاسلحه عشان يديها له عشان ياخد ايه الطعام اللي او السرقه او المال اللي اتفقوا عليه. فدعوه ليلا فنزل اليهم. قال سفيان قال غير عمرو، قالت له امراته اني لاسمع صوتا كانه صوت دم. امراته دي ايه؟ كان مكشوف عنها الحجاب، يعني عندها الحاسه السادسه قويه، والحاسه السادسه دي ايه؟ يعني ليس خاصه بالمؤمن بس، دي اهل الحدس، يعني حتى تلاقيها في بعض الناس الكفار في اوروبا وفي بعض البلاد الامريكيه، يقول لك ان في ناس بتشعر بالمصيبه قبل ما تقع، يبقى عندهم شعور كده ان المصيبه قبل ما تقع. فهمت؟ فقالت له ايه؟ اني لاسمع صوتا كانه صوت دم، كان في دم هيراق، يعني هتحصل مصيبه، انا حاسس بمصيبه جايه لي، يا لطيف يا لطيف. فهمت بقى؟ ادي معنى كلامها، يعني انا حاسه ان هتحصل مصيبه النهارده. قالت له امراته اني لاسمع صوتا كانه صوت دم. قال انما هذا محمد بن مسلمه ورضيعه وابو نائله. لا ما تخافيش، دول اصدقائي. لا ايه؟ ده محمد بن مسلمه حبيبنا، تقلقيش. ورضيعه، هي هتبقى ابو نائله، ورضيعه ابو نائله يعني اخوه من الرضاعه. الواو دي زياده. ورضيعه وابو نائله، هي رضيع اللي هو ابو نائله. إن الكريم لو دعي إلى طعمة ليلا لأجاب. وبعدين إحنا عرب، والكرم في العرب طالما بيدعوني بالليل ده أنا أجيبه، ولو دعاني حتى لقتال بالليل هنزل أقاتله. إحنا عرب شجعان، بيقول لمراته كده بيطمنها يعني. فهمت؟ وإن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. بيتفقوا بقى، هم دعوه وقاعدين بيتفقوا مع بعض، اما يجي هعمل ايه؟ قال له لما يجي انا همد ايدي على راسه، اعمل نفسي بشم الرائحه بتاعته الحلوه، وانت تروح مديه. فاهم؟ قال محمد اني اذا جاء فسوف امد يدي الى راسه، فاذا استمكنت منه فدونكم. اقتلوه بقى، لأنه كان شجاع برضه، فارس كعب بن الأشرف، ما كانش قتله سهل يعني. فهمت؟ فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح، يعني لابس الوشاح كده والطيلسان واللبس الشياكة بتاعه. فقالوا نجد منك ريح الطيب، إيه الرائحة الجميلة دي؟ قال نعم، تحت فلانة هي أعطر نساء العرب. بيغيظهم بقى، يقول له أصل الريح ده بتاع مراتي اللي كانت نايمة جنبي يعني، وهي أعطر العرب. فهمت إزاي؟ تحتي يعني إيه؟ زوجتي يعني، فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال له ممكن أشمه طيب؟ قال نعم. فشم، فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ الله حلوة، ممكن تاني؟ أنا يعني بأول مرة ورجع علشان يطمئن أكتر. كل ده ذكاء الصحابة في كيفية التعامل وتنفيذ المهمة اللي هم إيه الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم إليه. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم، فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم، فقال فقتلوه وانتهوا منه والحمد لله. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب غزوة خيبر غدا إن شاء الله، لأنه إيه باب طويل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.